تواصل مدينة شرم الشيخ استعداداتها لاستضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ كوب 27. للمزيد ينضم إلينا من شرم الشيخ مراسل التلفزيون المصري رامي محمد. رامي، تحياتي لك. اطلعنا على آخر المستجدات حول استعدادات مدينة شرم الشيخ لاستضافة مؤتمر تغير المناخ. تحياتي لك ولكل متابعينا من مدينة السلام والأمل شرم الشيخ، حيث نستطيع أن نقول الآن نحن بصدد المرحلة النهائية والأخيرة من وضع اللمسات الأخيرة على عدد كبير من المشروعات بيأتي على رأسها تطوير ورفع كفاءة لأكثر من 15 ميدانا من أعمال تشجير وأيضا أعمال النخيل والتجميل وأيضا المساحات الخضراء. ومن بين هذه الميادين ميدان السلام وأيضا أيضا هذا الميدان تم فيه أعمال تجميل وتشجير وإنارة، وأيضا تم وضع لأكثر من 500 ألف متر مربع من الطرق وأيضا من المساحات الخضراء بامتداد عدد من المحاور والطرق على رأسها محور وطريق الشيخ زايد وأيضا السلام. ولو تحدثنا عن المشروعات أيضا الخضراء والصديقة للبيئة في إطار تحول مدينة شرم الشيخ إلى مدينة صديقة للبيئة خضراء ذكية، تم الدفع أيضا بعدد بما لا يقل عن 270 حافلة صديقة للبيئة خضراء ذكية، وأيضا تم تحويل عدد 8 محطات وقود إلى العمل بالوقود النظيف. وهناك العديد والعديد من الأعمال التي تم وضع اللمسات الأخيرة والنهائية، منها قاعة المؤتمرات والمنطقة الزرقاء التي سوف يقام فيها عدد من الفعاليات الرئيسية الخاصة بمؤتمر المناخ كوب 27، وأيضا المنطقة الخضراء التي سوف تتم فيها الفعاليات الموازية لفعاليات المؤتمر. هذه ضمن جهود كبيرة ومشروعات كبيرة، أكثر من 30 مشروع هنا في مدينة شرم الشيخ لتحول هذه المدينة مدينة خضراء تستعد لاستقبال أكثر من 30 ألف مشارك في هذا المؤتمر. نتحدث أيضا عن تطوير لبوابات المؤدية إلى محاور مطار شرم الشيخ وأيضا القادمة منه حتى تكون في استقبال جميع الوفود. تتأهب مدينة شرم الشيخ في اللمسات الأخيرة لاستقبال جميع الوفود وانطلاق فعاليات مؤتمر المناخ كوب 27. أشكرك شكرا جزيلا رامي محمد مراسل التلفزيون المصري.